السلام عليكم، معكم دكتور إبراهيم سالم، مدرس مساعد بقسم الأطفال كلية العلاج الطبيعي الجامعة الحديثة. في السكشن ده إن شاء الله هتكلم عن Developmental Dysplasia of the Hip Practical Application. Developmental Dysplasia of the Hip ده طبعا يعني هو توبيك يعني مهم جدا، لأنك ممكن تلاقي حالة جاية لك مشكلتها الأساسية هو الديسبليجيا بتاع الهيب، ممكن تلاقيها اسوشيتد مع بروبلمز لحالات تانية زي السي بي او اي حاله هايبوتونيا، او ممكن تلاقيها كمان مع السباينا بيفيدا. فلازم تبقى عارف ازاي تتعامل مع الكيز اللي زي دي. كيز الديسبليجيا بتاعت الهيب اللي هي الكونجينيتال بنشوفها في الغالب عند الفيميلز اكتر من ميلز، نتيجه ان هم عندهم هرمون ريلاكسين. تمام، فنبدا بقى ندخل في البراكتيكال ابلكيشن على طول. اول حاجه هندخل على الاسسمنت قبل ما نتكلم عن التريتمنت. الاسسمنت دايما بيبدا بالانفورمال اسسمنت اللي هو في الاساس اللي هو الهيستوري تيكينج، تاخد الهيستوري تيكينج وتعرف الحاله بالتفصيل، بالاضافه انك تخش بعد كده على الاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن بتاع التشايلد، طبعا التشايلد بتعمل له انكلودنج وتبص على الهيب واللور ليمب بصفه عامه، وتشوف لو في اني اسيمتري بتوين البوث سايدز. لو الطفل ده مثلا لسه نيو بورن مثلا، وبتشوف اي اسيمتري بتوين البوث سايدز. لو الطفل ده مثلا لسه نيو بورن او كده مثلا، وعامل واخد بيعمل كيكنج بالليمب اللي تحت، لو لاحظت ان في فرق في الرينج اوف موشن بتوين الابدكشن، لقيت مثلا الناحيه من ناحيه مثلا الناحيه الشمال فيها الابدكشن ليميتد والناحيه اليمين بيعمل ابدكشن كويس، فتبدا تشك ان في ممكن يكون في مشكله في الناحيه الشمال. تبدا تبص على السكين فولز، لو لقيت في اسيمتري بتاع السكين سواء من الانتيرو فيو او السيرو فيو هتبص على الانتيرو فيو، هتبص على الجروين، اسف الانتيرو فيو هتبص على الجروين والكريزس بتاعت الثايز. بيبقى الطفل لسه تخين شويه، فبتلاقي تلاحظ ان في بعض الكريزس في الثايز، فلو لقيت في اي اسيمتري بتبدا انك تاخد بالك منها، وتشوف من البروم بوزيشن تبص على الجلوتيال كليفت من تحت، تشوف في مثلا الكينكينج اكتر ناحيه من الثانيه، فده ممكن تبدا تشك ان في ممكن يكون في مشكله في الهيب من نوع ما، تبدا تتعرف عليها بعد كده. بص كمان باي اوبزرفيشن سريع كده، لاحظت ان في اسيمتري في ليج لينث ديسكريبنسي بتوين البوث سايدز، وبتشوف الجليازي ساين او الجليازي تيست او الاليس ساين، اللي هي لو الطفل عامل فليكشن في البوث هيبز هتلاقي فيه اختلافات، ممكن تلاقي وان ني اعلى من الثانيه، فده ممكن يديك انديكيتور ان الناحيه اللي هي اللي فيها يعني لورنس اقل من الثانيه هي ممكن هي اللي فيها افكشن او ديسلوكيشن او سبلكسيشن حسب الجريد طبعا. ده كده لو الطفل ده عنده يونيلاترال افكشن، تمام، فهتلاقي فيه اسيمتري ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال. طب نفترض الطفل ده عنده الناحيتين افكتد، يعني في بايلاترال افكشن الناحيتين، ممكن تلاحظ انه في عنده البلفس فيه وايدنينج في ميل لايك بلفس، ده ممكن ناتج عن الديسلوكيشن. لو بصيت عليه، لو الطفل ده مثلا بيقف، لو بصيت على اللمبر كيرفيتشر ممكن تلاحظ ان في لمبر لوردوزس زايد، تمام. ولو الطفل ده بيمشي اوكي، وهو بيمشي هتلاقي اللي هي الوادلينج ساين. الوادلينج ساين اللي هي ايه؟ هتلاقيه بيحصل دروبينج للبلفس ناحيه السوينج سايد، وبيحصل هو كمان بعد كده از كومبنسيشن لما بيحصل دروبينج الناحيه دي هتلاقيه بيعمل ليننج للترنك الناحيه العكسيه، وهكذا يحصل دروبينج الناحيه السوينج سايد واز كومبنسيشن تلاقيه بيعمل ليننج للترنك الناحيه العكسيه، فتلاقيه بيمشي وادلينج جيت، تمام، يعني بيروح يمين وشمال، وتلاقي البلفس بتاعه بيقع من ناحيه للثانيه وهو بينقل رجليه، تمام. ده لو عنده افكشن اوف البوث سايدز. ده كده بالنسبة للأوبزرفيشن. ندخل بعد كده على الفورمال أسيسمنت أكتر عن طريق سبيشال تيست، طبعا بتختلف على حسب عمر الطفل. لو الطفل ده أقل من شهرين بيبقى ليه تيستس مناسبة ليه، أوكي، تبقى فاليد للتشايلد ده. ولو أكتر من ثلاث شهور، من أكتر من شهرين لغاية سنة، في بنعمل سبيشال تيست تانية، تمام. طيب ايه هي التست الفاليد من اقل من شهرين؟ عندنا البارلوز تيست والاورتولاني، اوكي،
بارلوز اند اورتولاني تيست. وكمان في عندنا كمان الجليازي ساين برضو او الاليس ساين اللي هو جليازي تيست بينفع في السن ده ممكن يطلع لك بروبلمز. طيب نبدا الاول بالبارلوز. البارلوز فكرته عامله ازاي؟ انت بتعمل فليكشن هنقولها وان سايد وبعد كده نعمل ابلكيشن الاثنين مع بعض. فليكشن بالشكل ده طبعا بتعمل فيكسيشن لللمب الثاني بايدك دي وتعمل فليكشن للهيب. الجراسب بتاعك بيبقى ازاي؟ بيبقى حاطط انت الاندكس والميدل فينجر على اللاترال اسبيكت بتاع الثاي وحاطط الثمب كده على الميديال اسبيكت بتاع الثاي بالشكل ده وانت عامل شويه فليكشن في الني. فكره البارلوز ايه؟ انك زي ما كنت بتعمل يعني بتحرك الهيد بتاعت الفيمر اوتسايد الاسيتابيلم، اوكي؟ فبتعمل ايه بقى؟ بتروح انت عامل ادكشن، اوكي؟ مع بريشر بوستيريور بريشر. بتعمل ادكشن للهيب مع بوستيريور بريشر. ايه اللي انت ممكن تلاحظه؟ هتلاقي اولا ممكن تحس بموفمنت او هايبر موبيليتي في الهيب، ممكن تحس تحت ايدك او تسمع كليك، بس طبعا حته انك تسمعها دي بتبقى عاليه قوي يعني مش موجوده يعني في الغالب، يعني انت ممكن تحسها تحت ايدك ان في كليك، ده ناتج ان الهيد بتاعت الفيمر حصل فيها فريكشن مع اللابرم بتاع الاسيتابلم نتيجه الهايبر موبيليتي بتاعت الجوينت، تمام؟ ففكره التست ازاي؟ انك بتعمل ادكشن مع بوستيرو بريشر وبتشوف البوزيتيف فايندنج موجوده ولا مش موجوده. طيب ايه هي النيجاتيف فايندنجز؟ ان تلاقي ان الجوينت نفسه ستيبل وما بتحسش باي كليك تحت ايديك، تمام؟ وبتشوف الناحيه الثانيه نفس الفكره اهو، ماشي؟ بتعمل ادكشن كده مع بوستيرور بريشر كانك بتخرج الهيد بتاعت الفيمر بره الاسيتاب، تمام؟ طبعا ده من ضمن السبيشال تيست اللي انت بتعملها اساسا في الماسكروسكيليتال اسيسمنت بتاعك لاي تشايل جاي لك. يعني انت اساسا وانت بتعمل الماسكروسكيليتال اسيسمنت بتعمل اسيسمنت للهيب جوينت، تمام؟ ايا كانت حاله التشايل، يعني ممكن التشايل ده اصلا مش جاي بيشتكي لك من هيب ديسلوكيشن بس انت ممكن تكتشف الموضوع ده، تمام؟ ده بالنسبه للبارلوز اللي هو انت زي ما تكون بتخرج الهيب، بتعمل سبلوكسيشن للهيب جوينت، اوكي؟ طيب الاورتولاني هو عكسه، انت زي ما كنت بتعمل ريدكشن للهيب جوينت. نفس الجراسب بتاعك بيبقى الثامب على الميديال اسبيكت بتاع الثاي والاندكس، تمام؟ او الميدل فينجر بتحطه على الجريتر تروكانتر، اوكي؟ تمام؟ والستارتنج بوزيشن بيبقى الهيب مش ابدكتد، بيبقى ادكتد، اوكي؟ وبعد كده بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ابدكشن بالشكل ده، وبتعمل زي ما تكون بتعمل بوشنج للجريتر تروكانتر ميديالي، اوكي؟ زي ما تكون بتعمل ريدكشن للهيب جوينت لجوه، تمام؟ لو حسيت طبعا هو دايما احنا بنحب نعمل البارلوز قبل الاورتولاني، ليه بقى؟ وانت بتعمل اورتولاني تعملت البارلوز الاول فزي ما تكون خرجت الهيد بره، بعد كده هتعمل الاورتولاني عشان زي ما تكون بتعمل ريدكشن للهيب لجوه، تمام؟ فهتحس تحت ايدك ب palpable or audible click، اوكي؟ بالشكل ده. Again انت اوتوماتيك بتحط ايدك على الليمب التاني عشان تعمله فيكسيشن. وبعدين الثامب بتاعك على الميديال سايد، اوكي؟ والاندكس والميدل فينجر كده، وبعدين انت ستارتنج من ادكشن للهيب، وبعدين بتعمل ابدكشن جاست ابدكشن وانت بتعمل بوشنج للهيد بتاعت الفيمر جوه الاسيتابل. اوكي ده كده الاورتولاني تيست اللي هو بيتعمل قبل سن شهرين. في عندنا كده بعد كده الجليازي ساين. الجليازي ساين فكرتها عامله ازاي؟ انت بتنام التشايلد برون سوباين وبعدين بتعمل فليكشن فول فليكشن في الهيب والني والبوث انكلز جنب بعض بالشكل ده، اوكي؟ تمام؟ وبعد كده انت بتبص من الاكزيال فيو كده عشان تشوف هل في اسيمتري ما بين يعني في الليفلز بتاع النيز في واحده اعلى من الثانيه ولا لا. لو في واحده اعلى من الثانيه يعني في مشكله، ممكن تلاقي الليفل اللي هو اقل هو اللي فيه ديسلوكيشن، اوكي؟ ندخل بعد كده على لو الطفل ده سنه اكتر من سنتين، تمام؟ طبعا البارلوس والاورتولاني مش هيبقوا فاليد. الجليازي ممكن تعمله، اوكي؟ مفيش مشكله. هنزود عليه حاجات زي
اول حاجه الابدكشن تيست، الهيب ابدكشن تيست فكرته بسيطه جدا. انت بتمسك البوث نيز بتاع التشايلد بالشكل ده وتحط الهيب في فليكشن، اوكي، وبعدين بتعمل ابدكشن. خلاص، لو لقيت في ليميتيشن لوان هيب مثلا، الطفل ده افكشن عنده يونيلاترال افكشن، فلقيت في ليميتيشن في وان هيب، اوكي. يعني ايه ليميتيشن؟ يعني الني بتاعت التشايلد الرينج بتاعها ما عداش الليفل بتاع اللاين بتاع الشولدر، اوكي. يعني ده عدى الليفل بتاع اللاين بتاع الشولدر الناحيه دي، وانما الناحيه دي فضل واقف في مكانه، فكده في مشكله في الهيب ده. تمام، ممكن تكون دي دي اتش، انا بتاكد منها عن طريق كل الاكزامينيشن بتاعي. ممكن المشكله تبقى باي لاترال، فتلاقي الليميتيشن باي لاترال. طيب التست اللي بعد كده، لو التشايلد ده مثلا بيعرف ان هو يقف، اوكي، هو عنده، هو اكبر من شهرين، تمام، الطفل ده اكبر من شهرين، طبعا التست اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي البارلوس والاورتولاني والجليازي ساينز فاليد للاطفال اقل من شهرين. من شهرين لسنه ممكن انك تعمل الجليازي ساين، وممكن تعمل كمان الجليسيك تيست. ايه فكره الجليسيك تيست ده والهيب ابدكشن تيست اللي احنا لسه كنا عاملينه من شويه؟ ايه فكره الجليسيك تيست ده؟ الجليسيك تيست عباره عن، هو فكرته احنا بنشوف الليفل بتاع الجريتا تروكانتر فوق ولا تحت. بتحط الميدل فينجر بتاعك على الجريتا تروكانتر والاندكس على الانتيريور سوبيريو اليك سباين. طبعا الطفل ده بيبقى بير سكن، فبتبقى ظاهره الامبلايكس بتاعتك قدامه، ويبقى في ايماجينري لاين انت بتتخيله كده. لو الايماجينري لاين ده مشي في الامبلايكس او اكروس الامبلايكس او اباف الامبلايكس، يبقى الهيب في مكانه، يعني الجريتا تروكانتر ستيبل في مكانه. لو فرضا ان الجيتا تروكانتر اعلى شويه، تمام، فتيجي تشوف الايماجينري لاين ده هتلاقيه بلو الامبلايكس. لو بلو الامبلايكس يبقى انت كده ممكن تشك ان الهيب ده مش ستيبل في مكانه. تمام، ده كده بالنسبه للجليسيك تيست. طب الطفل ده كبير بيعرف يقف او بيعرف يمشي، ممكن تشوف الليج لينس ديسكريبنسي، اوكي، سواء كان في الويت بيرنج او النون ويت بيرنج. دلوقتي هنشوف الطفل مثلا ده، هتوقفه قدامك، لو حسيت ان في، وهو واقف، في دروبنج في البلفس، او جيت تقيس الطول بتاع الليمب لقيت فيه اختلاف، تمام، تبدا تشك ان التشايلد ده عنده مشكله في الهيب. الحاجه الثانيه، لو الطفل ده بيبدا ان هو يمشي، او قبل ما يمشي جيت تقول له مثلا يرفع وان ليمب لفوق، هو واقف يقف سنجل ليمب ستاند، تمام، هتلاقيه الناحيه اللي السوينج هيحصل فيها دروب، البلفس بتاعه هتلاقيه بيقع لتحت، خلاص هتلاقيه بيحصل دروب للبلفس تحت اول ما يرفع رجليه لفوق، تمام، دي اسمها تريندلنبرج ساين، تمام. وتبص على الناحيه الثانيه، الناحيه اللي بيحصل فيها دروب، تمام، دي معناها ان في مشكله في الستانس ليمب، تمام. طيب فرضا الطفل ده، نفترض الطفل ده مثلا عنده مشكله بايلاترال، خلاص، فيجي هو بيمشي زي ما شرحناه من شويه، ان هو هتلاقيه بيمشي بالوادلينج جيت، نتيجه ان هو بيحصل دروبنج للبلفس على البوث سايدز، وممكن كمان معاه كومبنسيشن ان هو يعمل ايه؟ لينينج للترانك تو بوث سايدز. ممكن كمان نعمل الاطفال الكبار الاكبر من سنه، نستخدم معاهم اللي هو اسمه تلسكوبنج او البستون تيست. ايه التلسكوبنج او البستون تيست ده؟ تمام؟ بنعمل تشايلد سوباين على المات بالشكل ده، الناحيه دي. ماشي، وبعمل الهيب فليكشن 90 درجه، اوكي، والاندكس والميدل فينجر كده حاطهم بالشكل ده، وعامل فليكشن في الني، وماسك الكف بتاع التشايلد، تمام، وابدا اعمل حركه ابورد لينير موفمنت كده، ابورد وداونورد، اوكي. لو حسيت ان في موبيليتي عاليه في ناحيه، يبقى دي معناها ان الجوينت ده انستيبل، وبعمل الناحيه الثانيه عشان اقارن ما بينهم الاثنين. ده اسمه التلسكوبنج او البيستون تيست. ندخل بقى على الجزء بتاع التريتمنت للدي دي اتش. هو دي دي اتش دي بروبلمز من البروبلمز اللي انت بتشوفها مع الحاله اللي جايه لك، فلازم تعمل لها اعتبار وتعمل لها ايه، فيزيكال ثيرابي انترفينشن. هو انت من ضمن الاسسمنت بتعمل اسسمنت للماسل باور، وبتعمل اسسمنت كمان للفلكسبيليتي بتاعت الجوينتس،
بتاعه المسلز اللي حوالين الجوينتس. فلو لقيت في اي ليميتيشن موفمنت ناتجه عن شورتنينج في سوفت تيشوز تبدا انك تعملها ستريتشنج، ولو في ويكنس لمسلز تبدا تعملها سترينثنينج. في حاله الهيب اكتر حاجه، اكتر مسلز حوالين الهيب بيبقى فيحصل فيها ويكنس اللي هي بينتج عنها التندرنبرج ساين، هتلاقيها الهيب ابداكتورز. فلازم تركز على سترينثنينج الهيب ابداكتورز عشان تزود الاستابيليتي بتاعه الجوينت. طيب ده نفترض ده الحاله دي ما يعني مش بوست اوبرتيف. لو حاله بقى بوست اوبرتيف، الحاله البوست اوبرتيف بتعمل لها عمليه وبعد كده بتعمل لها فيكسيشن في الغالب لمده شهرين، وبعد كده الفيكسيشن ده بيتغير طبعا بيبقى فول فيكسيشن، وبعد كده الفيكسيشن ده هو الجيبسون ده بيتغير لدايناميك، يعني بتبقى الفيكسيشن اقل، يعني ممكن الطفل يقلع البريس ويلبسه تاني او يقلع السبلنت ويلبسه تاني. تمام، فدي مرحله ودي مرحله. في المرحله الاولانيه بتعمل انترفينشن ما يناسب المرحله دي، انه بيبقى في فول فيكسيشن متجبس كل رجليه، فبتبدا انك ايه تعمل حاجات خاصه بالشايت في خلال الفيز دي. ايه هي؟ طبعا الشايت ده هيبقى بيد ريكامبنت، فلازم تعمل بريثنج اكسرسايزز، ولازم تعمل رينج اوف موشن اكسرسايزز للابر لمب والترانك ماسلز كمان، وكمان لو اللمب الثاني سليم تعمل له برده رينج اوف موشن اكسرسايزز. لو نقلنا على الفيز اللي بعد كده اللي هي الطفل حصل له فيكسيشن، يعني الفيكسيشن اللي هو عنده بقى تحول لدايناميك فيكسيشن، يعني ممكن ان هو يقلعه ويلبسه تاني تمام في وقت معين من اليوم، هو ممكن يعمل اكسرسايز خلال الوقت دي. هتزود بقى تبدا تخش على الويت بيرنج شويه، رينج اوف موشن اكسرسايز للليمب اللي هو الافكتد سايد، وبتافويد روتيشنال موفمنت خلال بعد شهرين من العمليه او بعد شهرين من السيرجريز. ما تقدرش انك يعني ايه، حاول قد ما تقدر ما تعملش روتيشن في الهيب سواء انترنال او اكسترنال روتيشن. تمام، بعد كده المرحله اللي بعد كده اللي هي خلاص بيشيل السبلنت خالص، ما بقاش في اي فيكسيشن، تبدا تعمله بقى الحاجات الثانيه، تدخل على سترينثنج اكسرسايزز، الحاجات اللي هي بقى لو الطفل ده ديليد او كده تبدا تشتغل الفول فيزيكال ثيرابي بروجرام بتاعك مع التشايلد ده. تمام، وبكده نكون خلصنا السكشن الديفلوبمنتال ديسبليجيا اوف ذا هيب، وبشكركم على حسن المتابعه.